مساء الخير، أنا يا خيري حسن، كل سنة وأنتم طيبين. الحقيقة بعد فترة من البحث والتدقيق والقراءة الموضوعية والجيدة للموقف اللي احنا فيه، أجمعت كل الآراء اللي أنا اتناقشت يعني على ضوئها مع ناس كتيرة، عشان مش عايز أطول بس على حضراتكم. أجمع الكل أجمع على إنه، والعقل بيقول يعني، والمنطق بيقول على إنه المرحلة دي مرحلة مهمة جدا في عمر الأزمة اللي إحنا فيها، وبالتالي يجب إن إحنا نوحد الجهود، وبالتالي يجب إن إحنا نجمع الناس على كلمة واحدة وهدف واحد، وبالتالي لازم تتجمع كل الأطراف. أنتوا عارفين الموقف كان من البداية، الرابطة كانت مجموعة من الناس شغالة، وكان معاهم الأستاذ الفاضل أسامة والسيدة الفاضلة سناء. ثم إحنا كلنا كنا بعيد، يعني أنا بحكي لكم بس التاريخ والجغرافيا. ثم بعد فترة ابتعد الأستاذ أسامة، ثم بعد فترة المدام سناء يعني برضو اشتغلت لوحدها، يعني هي حبت تشتغل لوحدها، قالت أنا بحب أشتغل لوحدي. كويس، كل الأطراف والثلاث أطراف اشتغلوا كل في المساحة بتاعته. الخلاف كان بينهم على الوسيلة، على الطريقة. احنا كلنا كنا بعيد، احنا كلنا انا وحضراتكم والغالبية العظمى الشعب الكبير العظيم بتاع الربوة ده كان بعيد. فلما بدأنا ننضم، عندما تم استدعائي يعني، واتصل بيا الأستاذ أسامة، وأظن مدام سناء يمكن بعدين، والتقيت عند أسامة ده في شهر 9 اللي فات مع الاستاذ احمد عبد العاطي والدكتور عبد الله اللويندي ومع الدكتور ممدوح مصطفى ومع الاستاذ محمد نصار. وكان ده قبل المشروع اللي انا شخصيا يعني بقول وبعترف والاعتراف بالخطا فضيله، انه كان خطا مننا ان احنا نبوظ البروتوكول ده او نقف ضده، لسبب بسيط جدا، لانه كان ممكن يتعدل، يعني كان ممكن نقعد ونعدل هذه البنود، وكان ممكن نقعد مع بعض ونقول يا جماعة في بنود واحد اتنين تلاتة احنا عايزين نعمل كذا. انما من حيث المبدأ البروتوكول كان صحيح بعدين، يعني بعدين بقى، لكنه انتوا لازم تعذروني انا شخصيا يعني، وتعذروا الاستاذ احمد عبد العاطي والاستاذ محمد نصر، لان احنا قيل لنا كلام غير الواقع. والحقيقة حاولنا نتواصل برضه عشان نكون صرحاء يعني، مع وانا قلت الكلام ده لبعض الاطراف يعني، نتواصل مع حتى طارق الطويل ما عرفناش نوصل له ايامها عشان نقول له اللي بتعمله ده، وحاولنا نتواصل مع الرابطه او ناس فيها، الحقيقه برضو ما عرفناش نوصل يعني عشان برضو نكون امناء. وبالتالي اللي كان ظهر قدامنا او اللي كان اتقال لنا انه البروتوكول في واحد اثنين ثلاثه، وكانت في حاجات عايزه تتعدل فعلا يعني عشان برضو نكون منصفين يعني، كانت في حاجات مخوفه الناس فعلا يعني وقتها، لكن فكره انه تحريك الازمه وقتها كان يجي من خلال ده، انه طارق ما معهوش فلوس، ده مؤكد يعني، مش بندافع عن طارق بس بنقول الواقع، خلاص احنا واقعين في مأزق، طارق حطنا في مأزق وحطت نفسه في مأزق وحط الدولة في مأزق والدولة حطنا في مأزق. وبالتالي وقتها لو كان يقينا بالنسبة لنا ندرك ان طارق ده ما معهوش فلوس، باعها ضيعها دمرها، مش هي دي قضيتنا. مش عايز ارجوكم بس حد يجي يقول لي طب ودى الفلوس فين، مش هي دي القضية. سؤال حضرتك ده والإجابة عليه مش هتجيب لحضرتك الشقة عشان نكون منطقيين يعني. انما وقتها قيل لنا كلام كذب، انه فلوسه مهربها لايطاليا، وانه بيجري مشروعات كبرى مع القوات المسلحه، وانه مع كل ده كلام وهم. مفيش داعي بس اقول له حضراتكم ده اتقال لنا من مين، عشان احنا بنلم مش عايزين ايه نفرق بقى، لكن كل واحد عارف هو قال ايه في وقتها. المهم، وهذا الكلام وانه الدولة هتشيلنا وان الدولة معانا وان الدولة قالوا لنا بس انتوا خلصوا واحنا تمام، وده الواقع اثبت انه غير صحيح، وانه القضاء وانه ما اعرفش الايه وانه لجان فض المنازعات، ودخلنا في دوامات دوامات لا تطاق ولا تحتمل وليس لها موعد نهائي لانهائها. فانا من الموقف ده، انطلاقا من القاعده دي، احنا حبينا او احنا اتكلمنا او احنا وصلنا، او انا عن نفسي يعني ومعايا باقي الاخوه الزملاء الافاضل، ان احنا نوصل الى انه لا حل غير
التجميع والصف الواحد والقول الواحد والرأي الواحد والهدف الواحد. أي حد هيختلف على ده يبقى لا يعمل لمصلحة نفسه ولا لمصلحة الناس، عشان بس نكون واضحين. يعني أي حد هيسعى إلى أن يفشل وحدة الناس يبقى ده إنسان مغرض، يبقى ده إنسان له هدف. وبالتالي فيما يخص البروتوكول، البروتوكول كان فيه نقاط كانت محتاجة إن إحنا نتفق عليها ونعدل فيها، لكن هو كبروتوكول وكانت أهميته وقتها وكان يعمل إنقاذ للموقف، كان يعمل إنقاذ للموقف. نحترف إن إحنا ما فهمناش ده، نحترف، ده موضوع ما فيش مناقشة. بس في نفس الوقت بنقول إنه كان، لو كان حد قعد معانا، لو كان حد فهمنا، لو كان حد قال لنا يا جماعة هنعدل، لو كان حد سمع كلامنا وعدلنا بعض البنود كانت مشيت الأمور. لكن البعض خدته العزة بالاسم وقال لك لا، يعني بص بقى ما توجعش دماغنا، هو كده وهنعمل كده، واخبطوا دماغكم في الحيط. طبعا الحيط وقعت علينا كلنا، عشان بس نبقى ايه، منطقيين. طيب في السكة بقى، في المشوار ده، بدر مننا شخصيا يعني بعض الكلام وبعض الاتهامات وبعض الإساءات إذا شئت تسميها لبعض الناس في الرابطة، مش كلهم طبعا، وهم برضو عملوا ده معانا ومع محمد نصار ومع احمد عبد العاطي ومع مدام، بلاش مدام سناء الحقيقه ما جوش عندها، مع المهندس اسامه، وحصلت الايه، التبادل والتراشق ده. خلينا نقول ان كل النوايا كانت سليمه، خلينا نقول ان ده كله كان بهدف ان الناس توصل للهدف بتاعها وتحقق هدفها وتاخد شقاها. خلينا نقول انه احنا من دلوقتي فصاعدا بنعلن للجميع ان احنا بنمد ايدنا للرابطة، وان احنا اذا كان صدر مننا اساءات لبعض الشخصيات فيهم فاحنا بنعتذر عنها، او انا خيري حسن يعني بعتذر عنها. في المقابل مش هطلب منهم اعتذار ليا لما يعني اصابني، ما انا ما عنديش مشكلة، انا راجل بشتغل صحفي وكاتب وفي العمل العام. فبالتالي بالمناسبة انا نشر مقال مهم على موقع مصراوي، ابقى اقروه برضه عشان ايه، هناك في يعتبروا ان انا حد مهم وان انتوا بتدعموني. تمام، نستفيد بقى ما دمنا مش عارفين نستفيد من طارق الطويل، نستفيد منكم. المهم لازم نتجمع، لازم نتوحد، لازم نكبر ونبقى كبار، ولازم نقول طيب يا جماعة احنا مصلحتنا واحدة واحنا في مركب واحدة والغرق هيصيبنا جميعا. ومن هنا بكرر وبعيد، بناء على ده احنا دي مبادرة انا بأطلقها وبأعلنها، هوت توافق عليها الرابطة، يبقى هنعمل اجتماع مع بعض كلنا، ثم ندعو الى اجتماع حاشد بقى. احنا 1400 مالك، عايزين ال1000 مالك يجوا، كل الرابطة تدعو من عندها، واحنا مفيش بقى لا عندها ولا عندنا، احنا هنبقى كتلة واحدة وهنمشي كلنا ونشتغل كلنا تحت لواء واحد. فلتكن الرابطة هي اللي موجودة واحنا معاها، معاهم احمد عبد العاطي، معاهم محمد نصار، معاهم دكتور ابراهيم، معاهم المهندس ايهاب سيف اليزل، معاهم مدام سناء، معاهم أسامة، كل الناس تتجمع وتبقى عبارة عن مهندس محمود إدريس، أستاذ خالد حسن، كل المجموعة تتجمع. هننسى يا إخوانا، ولو نجرب إن إحنا ننسى اللي فات كله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، هنتقابل كلنا في مكان ما، هنجيب كتاب الله، المصحف، نحط والإنجيل بما إن إحنا يعني وحدة وطنية، ونحطهم قدامنا ونقسم على إننا هنشتغل بهدف واحد والمصلحة واحدة والتحقيق هدف واحد. ليست قضيتنا دلوقتي تعليق طارق الطويل على المشانق، مش هي دي القضية. القضية دلوقتي ان احنا، بالمناسبة كان عندي قضية النهاردة في المحكمة، والله ما رحت، اقول لكم زهقت، زهقت يعني وبعدين خدنا حقوق، وبعدين انا عايز شقة، انا مش عايز، مش قضية ان انا، هي دي القضية. يعني لازم نحل عمليا، وده اللي قاله لي علاء بيه ولي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب. رحت قابلته أنا من شهور، وكانت معايا مدام سناء والأستاذ محمد حسن، ورحنا وقعدنا معاه، وقال كلام فيما معناه هتجري هنا وهتجري هنا. عايز الخلاصة، اعملوا ما يشبه شركة مساهمة، وأنا كرجل أعمال بقول لكم الحق، العدل مش سوري مش العدل، العقل بيقول إن أنت الجري في المحاكم مش هيجيب لك نتيجة. وده اللي توصلت له معانا مجموعه من المستشارين، وبرضه الرابطه اكيد عندها ناس مستشارين افاضل، واتكلمنا مع كل الناس.
احنا قدامنا دلوقتي سكه كويسه جدا نقدر نجيبها ونقعد معاها. قدامنا شركه كبيره ممكن تخش، الشركه الكبيره دي ممكن تخش على حسب ما بدا او قالوا لينا ان هم يخشوا ويشوفوا ايه الحل، ممكن يتحل ازاي، وممكن يكسبوا ايه، وممكن ما يكسبوش ايه، ويقعدوا مع الناس ويتفقوا مع الناس ويخشوا يشوفوا ايه اللي على الشركه وايه اللي مش اللي، يعني المهم حد يخش يخلص، حد يخش يخلص هي او غيرها. ده دي سكه من السكك. الفكره بتاع هنقعد جنب الدوله صدقوني مش هيحصل، مش هنضحك على روحنا. انا بقول لحضرتكم قضيه من القضايا رفعها طارق الطويل او الشركه رفعها على الهيئه على السحب الاولاني، السحب اللي هو كان بتاع 2015. السحب ده طارق رافع عليه قضيه وبيقول فيها ان القضيه ديت هو بيطالب فيها بعده ملايين تعويض ليه؟ عما اصابه من اضرار جراء السحب الاولاني اللي في 2015، والقضيه اتاجلت ل 29 12 وممكن يتاخد فيها حكم، وممكن الحكم يطعن عليه تاني. ده احنا لسه ما دخلناش في الجديد بقى، ده هو بيلعب في القديم، ده هو رايح للمحكمه في السحب الاولاني، ده لسه ما راحش للسحب التاني. تسمع بقى سعادتك كلام من هنا كلام من هناك، انا بقول لحضرتك ما تسمعش كلام حد، روح حضرتك مجلس الدوله على الكورنيش في الجيزه، هو انت عارفه، اسال على القضيه وشوف هي راح في قضيه ولا ما فيش قضيه، بس عشان ما يبقاش الكلام. فالخلاصه احنا عشان ما نطولش وانا طولت، ان احنا لازم نتجمع نتفق نتوحد، وانا كلامي واضح وصريح ونهائي اهوت، وبنقول ان احنا هنحط ايدينا في ايدين الرابطه والرابطه تحط ايدينها في ايدينا، وكل الناس تتجمع على هدف واحد، وهنقعد في مكان ما ونعمل اجتماع حاشد وليكن في وسط البلد، يعني حاجه زي الدق، حاجه زي البحر الاعظم، حاجه زي الحاجات دي. الاجتماع ده تكون حاضره فيه الرابطه بكل ناسها واحنا بكل ناسنا، ونتجمع ونبقى ناس واحده وهدف واحد وقضيه واحده، ونحدد الخطوات اللي جايه. نحارب الدوله، امين، نمشي ورا بعض. نحارب طارق، امين، نمشي ورا بعض. نحارب روحنا، امين، نمشي ورا بعض. نروح نجيب كراكات ونروح نهد المباني اللي هناك، امين، نمشي ورا بعض. المهم يكون فيها هدف واحد وقياده واحده ويمشوا في الاتجاه واحد ونحقق الهدف. أرجو أن تكون الرسالة وصلت، وأنا بشكركم وتحياتي.